اي حد بيعاني من التساقط، تساقط كلبي، تفاعل مناعي، صلع وراثي، تساقط هرموني، ستريس، حتى لو التساقط ده عادي ومجرد ان هو بيبقى بزياده قوي قوي في وقت الشاور. انا عامله الفيديو ده عشان اقول له تب صغيره او حاجه صغيره هتساعده في ان هو يوقف او يقلل التساقط ده شويه. في حاجه طبيعيه من النباتات الطبيعيه المفروض تبقى صديقه الناس اللي عندها هذا النوع من التساقط العنيد. انا بتكلم على الشاي الاحمر. الشاي الاحمر ده ليه فوائد كتير قوي طول شرحها وطول الكلام فيها، ولكن اهم حاجه في وجود الكافيين المحفز لنشاط البصيلات بتاعه الشعر. يعني حتى لو انت عندك صلع وراثي مستمر على روزماري شربه موضعي، هو هيقلل من تدهور حاله الصلع الوراثي، التساقط هيقف، ولكن مش هينشط حركه البصيلات تاني. خلاص كده هي محتاجه زقه، محتاجه دافع، محتاجه حاجه مخصوص تشتغل عليها. وده اللي انا دايما بقول الروزماري نبات مفيد جدا. وارجعوا بقى اليوتيوب شوفوا كل كلامنا عن الروزماري من سنه تقريبا او اكتر. نبات جميل جدا مقاوم للصلع الوراثي من الدرجه الاولى، ولكن النبات ده بيقلل من تدهور حاله الصلع الوراثي، بيوقف التدهور. ولو انت سعيد الحظ و مرحلة مش متأخرة قوي واداك نتيجة في ان الشعر بدأ يشد حيله ويدخله النيوترينتس المفروض تساعده ان هو ينمو ويتخن، هتشوف نتيجة في الانبت. لكن في اوريدي بصيلات بتكون ضعفت ومحتاجة اللي ينشطها، هو ده اللي هينشطها، الكافيين. انا هنا بذكر مخصوص الصيغة الامن لاستخدام الكافيين في صورة نبات امن. البي اتش درجة الحموضة بتاعته متوافقة بدرجة البي اتش بتاعت فروة الراس. المكونات اللي فيه معظمها مفيده لفروه الراس، ما فيهاش حاجه كده ولا كده. امن للحوامل والمرضعات، عكس روزماري مثلا مش امن لجميع الناس في جميع الاحوال. البي اتش بتاعته درجه الحموضه بتاعته تقريبا 3.5 متوافقه مع فروه الراس، ما بيعملش حساسيه تفاعليه، خفيف، مكوناته كلها مفيده. الكافيين اللي فيه البرسنتج بتاعته 11.5% من المحتوى بتاعه، فبالتالي جبار طبعا. كتير جدا من المتضررين في حالات كتير من حالات الشعر بيستخدموا الشاي الاحمر بيحسوا بتحسن بعدها موضعيا. اكيد بنستخدمه بان احنا بننقعه عادي جدا، بس بنقوم مركز شويه، يعني نحط معلقتين مثلا من الشاي الاحمر الخرز مش الناعم على نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه، وناخد المنقوع ده نحطه الساعه واحده على فروه الراس مره او مرتين في الاسبوع بالكتير، وبيتم وضعه قبل غسل الشعر. بنلاحظ ان الشعر المتساقط في وقت غسل الشعر بيقل عن العادي، وفي نفس الوقت بيحصل تنشيط للبصيلات، نمو للشعر، طول للشعر بشكل واضح وبشكل كبير، بدون اعراض جانبيه، بدون حساسيه تفاعليه، او حتى بدون اي اعتماديه. يعني احنا لو وقفنا الشعر عمره ما هيرجع يقع تاني، اللي هو كان نتيجه الانبات وكان نتيجه للشاي الاحمر ده. ملخص الكلام، انا بنصح اي حد شعره بيتساقط بغزاره، طبعا طبعا اول حاجه يعملها ان هو يروح يطمن على نفسه اندوجينس، يعمل تحاليل ويشوف اللازم. تاني حاجه يستخدم الشاي الاحمر لغايه ما يعالج المشكله دي، هيقوي معايا بصيلات الشعر. حتى لو الشعر دخل فيه تساقط كربي وبدا يتساقط بغزاره، هيقوي لي ويلحق لي وينقذني ما يمكن انقاذه، وهيساعدني ان انا اقلل فتره تساقط الكربي دي لثلاث شهور بدل ما تبقى 9 شهور او 12 شهر او يمكن حتى تبقى تساقط كربي متكرر.